في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في مملكة البحرين، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة الشعبة البرلمانية المصرية بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع، مكافحة التعصب. وخلال كلمته أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات على شتى الأصعدة والمستويات لترسيخ مفهوم المواطنة، وهو ما انعكس على تعزيز الترابط والإخاء بين كافة فئات وطوائف المجتمع. وفي ختام كلمته وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسالة سلام من مصر إلى العالم، حيث أكد أن العالم في هذا المنعطف الخطير من الأزمات العالمية الاستثنائية أحوج ما يكون إلى التعايش المشترك وتغليب لغة الحوار القائمة على احترام وقبول الآخر. ولم يقتصر الدور المصري في مكافحة خطاب التطرف على الصعيد الوطني فحسب، بل امتد إلى الإطار العالمي. السيدات والسادة الحضور، لعلكم تتفقون معي أنه لا يوجد هدف أسمى من تعزيز التآخي الإنساني والتعايش المشترك تحقيقاً للأمن والسلم العالمي، وهذا الهدف يحتاج إلى إرادة جادة منا جميعاً. ومن هنا أتوجه إليكم بحديث سلام من مصر إلى العالم. انبذوا دعوات التعصب والكراهية، فنحن في هذا المنعطف الخطير من الأزمات العالمية الاستثنائية أحوج ما نكون إلى التعايش المشترك وتغليب لغة الحوار القائمة على احترام وقبول الآخر. عندها فقط سينعم عالمنا بالسلام، وتعيش شعوبنا في أمان ورخاء وازدهار، وهذا ما ننشده جميعاً.